هلا وحبايبنا. هلا وحبايبنا. اليوم راح نحتفل 4th of July وراح ناخذكم جولة بالبوت. يس. وقبل لا نبدأ هذا الفيديو لا تنسون انكم تشترك بالقناة مالتنا. ايه وبعد وضغط جرس التنبيه. ايه هاي هاي شنو؟ هاي شو يسمونه؟ لايك 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 هاي لايك هاي بصمة لايك لايك لايك. ولا تنسون متابعتنا على التيك توك وانستغرام. وتحياتي لكم. خليكم معانا ونشوف اليوم شنو راح يصير. يلا احتفالات 4th of July بأمريكا. يلا خليكم معانا. اليوم راح تكون مغامرات مائية جميلة. أنصحكم تتابعون هذا الفيديو للنهاية. طبعا هذا المكان جدا جميل في ميشيغان، وهذا المكان تابع لي صديق وعد عزمنا على احتفالية ب4th of July، وراح نقعد هنا مقابل البحيرة وراح نشوف الفعاليات بالليل. لكن قبل لا تبدأ الفعاليات خليني أوريكم المكان وشنو سوينا اليوم. هلاو شلونكم؟ ها يعني you like the place؟ طبعا هاليوم اجينا على مود نشوف الفاير بليس. شو اسمهن؟ فاير وورد. هاليوم اجينا نشوف الالعاب الناريه مال 4th of July. هاليوم ثلاثة. اكو بطتين هناك. بطتين؟ طبعا جيت. هاي تشوفوا؟ نشوف زوم 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 زوم. ما يشتغل زوم. اي زوم قاعد يشتغل بس ياخذ وقت. ياخذ وقت والله سلو. لا على مود هاي البطات. اي وريهم. هاي هناك البطات. اول شيء راح ناخذكم جوله بالقارب، بس قبل هذا لازم الاولاد يلبسون ستره النجاه اذا كنتوا اعماركم 12 واقل، او اذا كنتوا تخافون من الماي. حاليا راح ننطلق بجوله بالبحيره. خليكم معانا وبعد شوي راح تصير الفعاليات. هيا ارسلان. ايش سوى ارسلان؟ طفانا اياه. وبدايه انطلاقنا قام طفى ارسلان محرك القارب. اي طفانا اياه. هسه شلون؟ ان شاء الله شحن هسه لو بعد ما شحن. شوفه طفي ان شاء الله يشوف. وهنا بدينا الانطلاقة بالقارب. طبعا ما اقلكم الاولاد ايش قد استانسوا بهذا اليوم، وكانوا اكثر شيء يحبون لما القارب يمشي بسرعة، يعني لازم يمشي سريع، وانا كنت كلش خايفة على ارسلان وإيلان بهذا الوقت. درجة حرارة هذا اليوم كانت كلش حلوة، كان يوم موفق ان الواحد يطلع بيه بالقارب. طبعا شعر ايان اخر شيء صار سبايكي بعد ما طلعنا. طبعا هنا ما اقلكم الهواء شلون كان كلش قوي. مو هاي اللقطة، هسه اللقطة اللي وراها راح تشوفونه شلون كان الهواء كلش قوي، بحيث ايان ويزن وارسلان كانوا كلش مستمتعين خصوصا من يضرب على وجههم. اما ايلان هو بحضني داخ من الهواء، وانا كان همي القبعة على الطير. مثل ما تشوفون هنا كثير قوارب، يعني هنا الناس جاية يا عندها بيتها على البحيرة أو عندها القوارب، كلهم جايين هنا الناس ومجتمعين على مود الألعاب النارية اللي راح تصير بالليل الساعة 10 تقريبا. طبعا هنا أولادي ينادون يقولون ماما إيلان شوفي. أنا أدري هو هنا قاعد وما رضى يتحرك لأنه دايخ من الهواء، فخطية كان قاعد هنا. إيلان 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 أرسلان. You like it? You like it? أيان You like it? يزن Yeah يزن You like it? وهاي خلصنا. وهاي أيان شفت تسريحته من الشعر؟ تسريحته من الشعر. تسريحته من الهواء. Oh my god. I like it. Hi. شلونكم بعد الرحلة؟ You like it? شوفي هذا هنا الشعر هو كيرلي وصبلها وش صار. وهناك انا قاعده نصيد سمك، يعني محاوله جديده جميله اقصد، وشوفوا شنو صدنا بالنهايه.
نجي لهنا للمغامرة الجميلة الشيقة اللي أجمل شيء صار بهاي الرحلة اللي هو هذا الشيء صراحة ما أعرف شنو اسمه بس هذا يربط بالقارب ويجرهم الأولاد كثير استانسوا وحبوه مع أني ما جايبت لهم ملابس ولا جايبت لهم منشفة ما كنا حاسبين حسابنا على هذه اللعبة لكن ما حرمتهم من عندها وقلت لهم لا لأن ما عندهم ملابس بالعكس خلتهم يستمتعون وبملابسهم وتلعوست ماي عادي والجو لأنه كان حار ورجعوا للبيت وأصلا مستانسين من هاي التجربة اللي كانت كلش حلوة وصراحة أنا لو مكانهم أخاف أجربها. هذا أرسلان. أرسلان say hi. تعرفون أرسلان بهذا الوقت شكد كان زعلان لأنه يريد معاهم يلعب بس شوفوهم شلون كانوا وايد يحبون لما نمشي سريع أجمل شيء كان وقت الغروب كلش حلو وكانت غير عن الفيديو مبينة الشمس لونها أحمر وقفنا القارب بنص البحيرة ونزلوا الأولاد يسبحون شوية والكان هنا الكل موجود قوارب كثيرة والناس نازلة وقاعد تسبح والأجواء كلش حلوة طبيعي بعدين غميق يا never know وين الغميق ماما وبدت الدنيا تظلم رجعنا على مكاننا وناطرين الألعاب النارية وشوفوا كثرة القوارب ناطرين كلهم الألعاب النارية وهنا كانت ضيافتهم الجميلة وبدت الألعاب النارية كانت أكثر من رائعة وتستحق أن الواحد ينطرها ويشوفها قبل ما أترككم تشوفون الألعاب النارية لا تنسون أنكم تشتركون بقناتنا وتسوون لايك حق هذا الفيديو وشاركون هذا الفيديو بين أحبابكم وتشتركون بقنواتنا على السوشيال ميديا الانستغرام والتيك توك ونشوفكم على خير بفيديوهات قادمة لا تعال بقنا crazy.